أهلا أنا وأنت والسادة المشاهدين. يمكن فريق الإعداد محضر لنا، يمكن الفيفا طلع تقارير رقمية على مدى الإنفاقات والصرف بالنسبة للأندية العالمية. هنستعرض مع حضراتكم، لأن الحقيقة كان في أرقام قياسية، أرقام قياسية على مستوى الصرف، على مستوى الإنفاق، على مستوى كمان الصفقات نفسها. دي طبعا طبعا ده الانترناشونال ترانسفير اللي هو الصيفي اللي احنا موجودين فيه واللي خلص قريب، ده بالاورنج بالعلامه، العلامه الزرقاء، العلامه الزرقاء او الجزء الازرق، وده ده 10 تم طبعا انتقالات عددها 10125 انتقال. ده عدد الانتقالات في الصيف دوت. سنة 2019 كان بتتكلم في 7 مليار و400، سنة أو السنة دي أو الصيف ده وصل ل 8 مليار و140 مليون. ده رقم ريكورد جديد في طبعا الانتقالات الصيفية. وطبعا ده 8000 ده فري، يعني انت بتتكلم على الانتقالات في الصيف دوت، كان انتقالات كبيره جدا، كان ممكن كمان السوق السعودي عامل ردود افعال فيها. نبص على السلايد بعد كده. دي النفقات، اجمالي النفقات زي ما برضو شايفين رقم قياسي، يعني بنتكلم في 6.2، ده الفري ترانسفير، وبتتكلم في 1.1 مليار يورو في خلال الانتقالات. ده برضو رقم قياسي كبير جدا جدا، وصل ل7، وده أول مرة يحصل الحقيقة في سوق الانتقالات العالمية. يعني ده رقم جديد أول مرة يظهر في سوق الانتقالات، وأعتقد كمان السنين الجاية هيكون في ارتفاع في هذه الصفقات. نبص على اللي بعديه. قول لنا برضو رأيك يا باز لو عندك، ده نقطة مهمة جدا. دي الوكلاء حتى على مستوى الوكلاء، طبعا الفيز اللي بياخدوه من خلال الانتقالات وصل لرقم قياسي كبير جدا جدا، وزي ما بقول لحضراتكم وصل ل 596 مليون يورو. ده رقم كبير جدا، ده كمان بالنسبة للايجنت رقم قياسي جديد كمان، ارقام قياسيه يعني. الارقام دي طبعا ارقام رهيبه، يعني بتتكلم على 600 مليون يورو بس، دي كعمولات للايجنت او لوكلاء اللاعبين، ده رقم كبير جدا برضه. بس طبعا طبعا انا شايف ان السنه دي او الانتقالات الحاليه ضربت كل الارقام القياسيه يا كابتن هاني. يعني نتكلم مثلا مقارنه، طبقا للارقام اللي احنا شفناها مقارنه باخر ترانسفير او اخر انتقالات، انا شايف نسبه 47% زياده عن اخر انتقالات، فده نسبه كبيره جدا. على صعيد يعني في رقم قياسي كانت عمل السوق السعودي مأثر على الرقم ده طبعا، ودلوقتي اعتقد ان هو احتل المرتبه الثالثه في اجمالي النفقات على مستوى العالم مقارنه بالدوريات. يعني احنا تقريبا برضو في تقرير بيوضح لنا الاسيا والدوري السعودي طبعا هو اللي رفع قاره رفع أسيا. برضو رفع الكل طبعا في الانتقالات معانا. طب دي كمان احصائيه حلوه قوي، ده السن اللعيبه، يعني بنتكلم على الاعمار السنيه انتقالاتهم، وكانت الحقيقه اعلى انتقالات او اعلى نفقات على الصفقات كانت للعيبه سن ما بين 18 ل 23 سنه، وده مهم جدا. يعني الانديه بتصرف وبتشوف وبتحضر للمستقبل بشكل كبير، تقريبا 3.5 مليار يورو برضو رقم كبير جدا للعيبه ما بين 18 و23 سنه. صحيح، الاتجاه بتاع كل الفرق طبعًا دلوقتي طبعا بلينجهام طبعا على راسهم، يعني ابرز الاسماء بلينجهام طبعا في الوقت الحالي من دورتموند لريال مدريد. انا شفت حتى ريال مدريد ده يعني في اكتر من لاعب صغير برازيليين، 18 برازيليين، كل اتجاه الفرق العالميه الفرق الكبرى دلوقتي بتجيب اكتر من لاعب او اثنين او ثلاثه، وده حصل في الترانسفير الاخيره امثله كثيره جدا، لان ده المستقبل، هو ده اللي بيبنوا عليه. ولا مش بس كده، مش مثلا ما يودهوش ان هو يلعب في الرديف او اليو 21، لا ده على طول في القائمه في الفريق الاول وبيشارك. وشفنا لامين لامار دلوقتي مع برشلونه والراجل بيشارك، يعني 16 سنه. انت بتتكلم على لامين دوت، يعني راجل ولد عنده 16 سنه، تخيل على ترانسفير ماركت القيمه التسويقيه كام؟ 25 مليون يورو. يعني عنده 16 سنه والقيمه التسويقيه دلوقتي وصلت 25 يورو، اعتقد 25 مليون يورو. وبالتالي احنا قدام برضو موهبه كبيره على مستوى العالم، ما فيش شك يعني.